صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذه بلدة ليزس على بحيرة جاردا، وهذه قلعته والأسوار المنيعة. هذه عمود الكنيسة، يلا ندخل ونكتشف البلدة. هذه ساحتها الرئيسية، بلدة ليزس على أو مدينة ليزس على بحيرة جاردا. الأرض مبتلة من المطر، المطر توقف الحمد لله شوي. ليزس بحيرة جاردا إيطاليا، 31/5/2024، ودرجة الحرارة 14. نواصل أخذ اللقطات. هني موقف السفينة، الدنيا كلها مطاعم الآن. مقطع من ليزس. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذا مدخل بلدة سيرميوني على بحيرة جاردا. هذه القلعة وتدخلون إلى الداخل. هذه عروس أو جوهرة بحيرة جاردا، لابد من زيارة هالبلدة إذا بتزورون بحيرة جاردا. زائد
ريفا ديل غاردا زائد ليمونيسول غاردا، الثلاث مهمين جدا على بحيرة غاردا، وهذا محل العصائر المميز. ما شاء الله عوائل عربية وايد اليوم، 31/5/2024، ودرجة الحرارة حاليا 14. غيوم الدنيا غيم. هذا المحل أول ما تدخلون إلى البلدة، هاي كل منتجات اللافندر، عطور، صابون، مستحضرات تجميل. نواصل تصويرنا. هذا عند مدخل سيرميوني، عند المدخل جماعة ينتظرون بالدور للدخول. ونمشي في أزقة البلدة. نواصل تصويرنا، ما زلنا في الجميلة سيرميوني، بحيرة غاردا، إيطاليا، أكبر بحيرات غاردا، أكبر بحيرات إيطاليا المياه العذبة اللي هي بحيرة غاردا. كل سفينة تحرص أنها تعدي على هالسفينياية، تعدي على هالبلدة من البلدات المهمة، هي أوريف غاردا، أوريفا ديل غاردا، وليمونيسول غاردا. آخر هذا، هاي حديقة البلدة. هذا الشاطئ خلف القلعة، لابد من شرب العصير الليمون المثلج من هذا الشخص المتخصص في الأمور هذه.
وعلينا وعليكم بالعافية. مساكم الله بالخير يا ويوه الخير. اليوم ما زلنا بتاريخ 31/5/2024 ودرجة الحرارة 16. هذه مدينة كومو على بحيرة كومو إيطاليا. هذه البحيرة الرومانسية اللي أكثركم زار البحيرة وزار أهم المدن اللي على بحيرة كومو مثل بيلاجيو، ميناجيو، فارينا وبعض الفلل هني، الفلل اللي السياحية اللي كذلك مسموح طبعا مسموح بزيارتها. هذا مطل، هذا مطل كومو، تطلع له بغاطرة، نوع من الغواطرات. هذه هني الساحة الرئيسية، ساحة من الساحات. هذا فندق سلسيور وهذا متربول وهذه البحيرة. وندخل داخل الدهاليز هني خلف الاكسلسيور هني طبعا الكاتدرائية، كاتدرائية المدينة. ما زلنا فيه ساحة الدومو اللي هي طبعا أهم ساحة في كومو. هذه في شهر 12 وما أدري يمكن بعد غير شهر 12 تكون هني إضاءات ألوان جميلة جدا بالليل. هذا اللي خلف الدومو وشوارع التسوق تمتد على اليمين وعلى اليسار. هني من خلف الكاتدرائية وهذه صالة بيانكا للفنون. نواصل تصويرنا. هذه طبعا الشركة الأم، أفضل شركة اتصالات في إيطاليا، تيم. هذه الشركة الأساسية الرئيسية.
هذه ساحة ميركاتو، ساحة جميلة من الساحات اللي في كومو، وهذه في أيام الكريسماس يستوي فيها هني سوق الكريسماس، أكواخ جميلة جدا. لي تصوير سابق عنها طبعا في قناتي في اليوتيوب، ساحة ميركاتو. نواصل تصويرنا. خلف فندق متروبول أفضل محل آيس كريم في كومو، خلف فندق متروبول هذا المحل أفضل محل آيس كريم في كومو، العالم كله تيه. احنا تشوفوا في الليل ما فيه، ما تشوفوا الناس وايد، تقريبا 50 واحد بس. هذا هو الايس كريم، هذا المحل.